فقرة سين جيم. السؤال يقول food intolerance test أو تحليل الحساسيات اللي نسويه اللي يعطينا قائمة في كل الأكلات والأشياء اللي ناكلها اللي ممكن عندنا تحسس منها، هل ينفع أو لا؟ معكم عليا المؤيد وأعطيكم إجابات على السريع على الأسئلة اللي توصلني في تعليقاتكم على يوتيوب أو على السوشيال ميديا. إليكم الإجابة. الفود انتولرنس تيست هو نوع من التحليل اللي يعطيك قائمة كبيرة من الأكلات اللي انت تاكلها، وبعدين يعطيك بالأحمر مثلا الأكلات اللي فعلا عندك تحسس كبير منها، يمكن بالألوان الثانية اللي شوي أقل وشوي أقل وكذا، فتكون انت عندك قائمة كاملة بكل الأشياء اللي مسموح لك على أساس وغير مسموح لك أنك تاكلها. والإجابة على السؤال هي أن هل هذا التحليل يفيد؟ والإجابة هي نعم ولا. الشق الأول يفيدك، ليش؟ لأنه بتكون عندك قائمة من الأشياء اللي أنت تأكلها وتعرف أنها هي تسوي لك تحسس، فعلى المدى الطويل ممكن أنت تبدأ تتفاداها، أو ممكن أنت تلاحظ التحسس اللي يصير بسببها ممكن أنك أنت تتفاداها. الشق الثاني ما بقول لا، ولكن بقول أنه نعم ولكن يفيد. ولكن النقطة الأولى في هذا الشق أن عادة الأكلات اللي تطلع في الأحمر أو في الأكلات اللي أنت عندك منها تحسس أكثر ممكن أيضا تكون الأكلات اللي أنت تأكلها باستمرار، فبعض الأكلات إذا تبدأ تخفف منها يقل مكانها في هذه القائمة. يعني أنت إذا عندك شيء تأكله بشكل متواصل الجسم مع الوقت يبدأ يرفضه، ولما يبدأ يرفضه يسوي لك كأنه عندك تحسس منه، ولكن في الواقع أنت ما كان عندك تحسس، ولكن فقط لأنك مسختها وكلت زيادة عن اللزوم فصار عندك تحسس منه، فمع الوقت ممكن أن أنت تخفف من أكله ويتحسن تفاعل جسدك معه. لهذا السبب دائما نقول أن إذا عجبك مثلا نوع من الفطور ولا نوع من الغداء ولا لا تكرره بشكل متواصل، لأن حتى إذا هو أكل فظيع وممتاز وجميل وحتى لو هو عضوي وصحي وكذا، ولكن التكرار ممكن أنه يسبب مشكلة. النقطة الثانية هي أن التحليل نعم بيعطيك قائمة من الأشياء اللي أنت عندك تحسس منها، ولكن على المدى الطويل السبب الحقيقي لهذا التحسس هو ممكن يكون يا أن مناعتك نازلة يا أن جهازك الهضمي ما قادر يهضمها عدل، لهذا السبب يتحسس منها. فعلى المدى الطويل إذا أنت تركت جهازك الهضمي ما حلت المشاكل اللي فيه وتركت جهازك المناعي وما بنيته، ممكن ان هذه القائمة كل سنة تسوي هذا التحليل وتشوف ان القائمة تتزايد وتتكاثر، بس انت بتضيف اشياء لنفسك في هذه القائمة لان انت ما حلت المشكلة الاساسية. فالاشخاص اللي يسوون هذا التحليل وما يحلون المشكلة الاساسية اللي هي بعض الاوقات يكون نقص في احماض المعدة، ممكن نقص في انزيمات معينة، ممكن ان نقص في المناعة، هذه كلها أسباب أدت إلى أن هذا الأكل يمكن ما انهضم عدل، أو أدت إلى التحسس الزايد للمناعة اللي بدأ يتفاعل معها وسواها خلاها تسوي لك مخاط وتسوي لك أعراض معظم الناس لما يأكلونها ما تسوي لهم. عرفتوا قصدي؟ يعني ما المفروض أن الواحد بس يحلل وخلاص يجزم أن هذه الأكلات أنه خلاص أنا لازم أتفاداها مدى الحياة. بعض الأوقات في ناس قائمتهم طويلة، والمشكلة لا تكمن في الأكلات اللي هم قاعدين يأكلونها، ولكن المشكلة تكمن في الجهاز اللي قاعد يستلمهم اللي هو أساساً الجهاز الهضمي. فإذا يكون في نقص في الجهاز الهضمي يكون في مشكلة. فعندي دورة كاملة على أكاديمية علي اسمها دورة القولون العصبي تساعدك في بناء الجهاز الهضمي لكي يستطيع أن يستلم ويتعامل مع الأكلات بشكل أفضل، عشان أنت تبدأ مع الوقت. صح أن أنت عندك الآن التحليل وعندك قائمة بالأكلات اللي قاعدة تضايقك، ولكن مع الوقت مفروض أيضا يكون هدفك هو التخلص من هذا التحسس وبناء الجسم لكي يستطيع أن يحتمل قائمة أكبر من الأكلات. والشيء الأخير في هذا التحليل إن إذا أنت سويت التحليل اليوم يمكن أنت تسويه بعد شهر وتكون النتائج مختلفة، فتحليلك اليوم نتائجه تعتمد على أنت شكلت اليوم شكلت أمس، تعتمد على درجة القلق اللي عندك والتوتر في الدم اللي صار، لما يزيد التوتر يزيد أيضا التحسس، يمكن تعتمد على الوقت في الشهر، بعض الأوقات مع اكتمال القمر يزيد التحسس، كل شيء يهيج وقت اكتمال القمر،
ممكن المرأة في وقت مثلا أين تقع هي في العمر، يعني هل هي مراهقة عندها الدورة، هل هي في وقت الولادة مثلا، ممكن أن بعد الولادة تتحسس من أشياء أكثر، هل هي وصلت سن اليأس أو اللي أنا أسميه سن الحكمة، اللي هرموناتها تكون متقلبة أو هرموناتها تكون في مستويات معينة، ممكن أن تكون تأثر على النتائج في هذا التحليل. فالإجابة هي إذا عندك هذا التحليل نعم سوى، خاصة إذا عندك تحسس وعندك مشاكل وتريد تحلها، أو عندك مخاط زايد مثلا ما أعرف أسبابه، أو عندك مشاكل في الهضم، في أشياء ما قادر تهضمها، تريد أن تعرف القائمة من الأشياء اللي تتحسس منها نعم، ولكن لا تنسون الشق الثاني اللي هو هذا التحليل جيد، ولكن كل الأشياء اللي ذكرتها حطوها في الحسبان عشان نكون إحنا عارفين بالضبط ليش نسوي التحليل، ما هي فوائده، وهل فعلا يفيدني على المدى الطويل. ممتنة لأسئلتكم، حطوا لي سؤالكم في التعليق، أعرف أن يمكن تكون عندكم أسئلة إضافية على هذا الموضوع، ولكن أقرأ تعليقاتكم وأخذ منها أفكار للمستقبل، ودائما ممتنة لتفاعلكم. إذا عجبتكم هذه الحلقة وانتفعتوا منها حطوا لها لايك، ولا تنسون تشتركون في القناة، اضغطوا زر السبسكرايب واضغطوا زر الجرس أيضا لكي تصلكم الحلقات أول بأول، وعشان تساعدوني أن أنشر المعلومة الصحية باللغة العربية للعالم العربي. وهذا كان رأيي، والقرار قراركم.